ومن الفوائد أن تلك الفضائل التي ذكرت في الآيات السابقة لو كان في غير القرآن يمكن أن يؤتى بالفاء بدل الواو، يؤتى بالفاء بدل الواو، يعني تلك الفضائل لما ذكرت لو كان في غير القرآن فمن يرغب عن ملة إبراهيم، لكن لما أتى بالواو كأنها فضيلة منفصلة، كما لو قلت مثلا فلان قام بالأمر العظيم فهو حكيم، يعني قد يفهم من ذلك أنه حكيم باعتبار ما فعل، لكن لو قلت فلان قام بهذا الأمر وهو حكيم، يعني جملة منفصلة بمعنى أنه صاحب حكمة فيما ذكر له من قيامه بهذا الأمر أو في أمور أخرى، إذن من يرغب عن ملة إبراهيم مع تلك الفضائل المذكورة وما لم يذكر فإن به السفه.